السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. الحقيقة دي هتبقى سلسلة إن شاء الله، أتمنى يعني ربنا يوفقني فيها إن أستمر عليها، أو هي معامل افتراضية. هيبقى في سلسلة زي بلاي ليست، قائمة تشغيل موجودة على القناة عندي خاصة بالمعامل الافتراضية. المعمل النهاردة بنتكلم فيه معمل افتراضي، وحقيقة معمل رائع جدا لتزاوج وراثة الحشرة الدروسوفلا، يعني الطلبة أو المدرسين اللي بيشرحوا للطلبة بتوعهم عملية تكاثر الدروسوفلا بالصفات الوراثية المختلفة وحل مسائل وهكذا. ده أحد المعامل اللي ممكن يستخدموها، معمل رائع وبسيط وممتاز. طبعا مع حضراتكم أستاذ دكتور علاء السعيد، أستاذ دكتور بجامعة الإسكندرية ومعار مؤقتا إلى جامعة القصيم. النوت اللي قدام حضراتكم دي بقول فيها ان المعمل الافتراضي ده او الفيديو ده ليس مدعوما من اي جهة من الجهات، يعني ما فيش تمويل او حاجة للفيديو ده ولا دعاية لاي شيء من اي نوع من انواع الدعاية، مجرد لغرض التدريس والتعليم فقط لا غير، يعني الدال على الخير كفاعله. وحتى الشركة ده صاحبة المعمل الافتراضي ليست داعمة لهذا الفيديو، ولكن طبعا بيتوجه لها كل الشكر والتقدير انها بتقدم حاجة زي كده للطلبة والمدرسين. كيو ار اللي موجود قدام حضراتكم، لو انتوا اللي معاك جوال بتاعه او كده سهل ان هو يمسح الكود ده على طول، هيوصله على المعمل الافتراضي فورا. طبعا المعمل الافتراضي ده بيبقى بيتكلم على الصفات المختلفة لحشرة الدروسوفلا زي ما احنا شايفين كده، من لون العين لشكل العين للانتنة الموجودة للهيرز اللي موجود لشكل الجناح للفينيشن او التعرق بتاع الجناح او طوله او شكله الى اخره، وده المنظر الجانبي لحشرة الدروسوفلا. المعمل الافتراضي لما بنخش عليه بيكون بهذا الشكل، بيكون قدامنا الميل والفيميل، المذكر والمؤنث. الفيميل بتبقى موجودة عندنا هنا بنختارها، بتبقى دي الصفات الموجودة عندنا من اول الشعيرات اللي موجودة للانتنة للاي كولر، اي شيب، الوينج سايز، وينج شيب، الوينج فينز، الوينج انجل، البودي كولر، كل ده موجود عندنا هنا. لما بيكون سايبين الصفات زي ما هي بتبقى الوايلد تايب او النوع الطبيعي اهو، لا نقدر نغير الصفات زي ما هنشوفها دلوقتي عشان نعمل فيها كان في نوع من انواع الميوتيشن. نفس الشيء لو احنا رحنا للذكر مثلا، طبعا الصفحه دي زي ما انتم شايفين كده قدرنا نترجمها عربي. طبعا لو احنا بنشتغل بالكروم في اد انز او اي اكستنشنز اضافات بتتحط على الكروم عشان الترجمه، لكن لو دققتوا شويه هتلاقوا الترجمه ما هيش دقيقه الحقيقه، لكن ممكن هيتادي برضو الغرض. يعني شكل الفيميل اهو، لو انا اخترت حاجات معينة، الحاجات اللي مش هغيرها بتظهر لي باللون بعلامة البوزيتيف او الموجب، الحاجات اللي انا بغيرها زي ما انتم شايفين كده بتظهر لي الصفة جنبها بالاختصار بتاعها زي ما حضراتكم شايفين، وزي ما هنطبق مع بعض في المعمل الافتراضي. الميل نفس الكلام، ببتدي اشوف الصفات بتاعة الميل ولون الجسم الى اخره. ودلوقتي نيجي وقت التطبيق ونروح مع بعض يلا على المعمل الافتراضي. طبعا ما ننساش اللي احنا عايزين نطبق دلوقتي، فلازم نروح فين؟ على الكيو ار، نمسح الكيو ار وننتقل مباشرة على المعمل الافتراضي. يلا بينا يلا بينا، اهلا بيكم. ادي المعمل الافتراضي وادي الرابط بتاعه. طبعا خلاص احنا هحطه، الرابط هحطه تحت في وصف الفيديو او في الشرح بتاع الفيديو. انا هنا مختار الفيميل، لو انا بختار الميل ببدا بالميل اهو، بتديني الميل وابتدي ايه اختار الصفات. فلو احنا بدانا بالميل بروح للشعرات الموجوده على جسمه، بيديني الانواع المختلفه زي ما احنا شايفين من الاول، الوايلد تايب اللي هو بيبقى بشكل زائد. لو انا غيرت هنا اي شيء بيتغير في الحشره زي ما حضراتكم شايفين، بتتغير هنا وبتتغير هنا. لو اخترت حاجه تانية اهو بتتغير هنا وبتتغير هنا الى اخره. فبختار ايا كان الاختيار اللي هختاره ده بالنسبه لي، ويديني علامه صح ان انا خلاص ان اخترت هنا تمام. الانتنة في نوعين، اللي هو النوع المفلطح بالشكل ده كده او النوع الامام، وبيبقى طبعا الشكلين مختلفين بالمنظر ده. اختار لون العين زي ما انتم عايزين بقى حضراتكم، هنختارها اللون الاسود تمام. الاي شيب ايا كان الاختيار بتاعها هنختار الاختيار ده. الوينج سايز هنختار اهو الشكل اللي هنا تقريبا بدون خالص، هنسيب كل اللي طبعا هنا الوينج شيب باشكاله المختلفه، الوينج فينز التعرق بتاعه، الوينج انجلز هنسيبه زي ما هو، البودي كلر شوف انتوا عايزين نسيبه زي ما هو هنسيبه زي ما هو. طبعا حضراتكم اي طالب من الطلاب يقدر بقى يجرب زي ما هو عايز كانه بيعمل التجربه في المعمل بتاعه. بعد ما بخلص لازم اضغط هنا سيلكت فلاي تو ميتنج، يعني اختار الشكل ده اللي هبدا بيه التزاوج اهو، فاختاره لي ادي الميل والصفات بتاعته بقى جاهز. هروح بقى هنا اختار ايه، اعمل ديزاين للانثى بالشكل ده كده، الانثى اهو الشعيره بتاعتها بيديني المتاح.
هو الباقي اختفى فين؟ ما دول الانواع اللي هيبقوا متاحين عشان اقدر اعمل التزاوج، فهختار اي واحد فيهم. هختار مثلا هسيب ده زي ما هو، هروح للانتنه هنا في نوعين، يا ده يا ده، هسيب النوع ده. الاي كلر هنسيب اللون زي ما هو، الاي شيب ممكن هنسيبه زي ما هو، الوينج سايز هنختار ده زي ما هو، الوينج شيب زي ما هو، الوينج فينس خلاص، الوينج انجل ممكن هنا نغير شويه، البادي كلر اهو ممكن نختار الاصفر بالشكل ده واقول له سيلكت. كده اصبح عندي الميل وادي الصفات بتاعته، طبعا دي ابريفيشنز او اختصارات هنشوفها دلوقتي، وادي الفيميل بالشكل ده والصفات بتاعتها، واقدر اعمل ميتنج هنا، ميت فايلز اهو يبدا التزاوج. ادي الميل والفيميل اللي انا اخترتهم، وادي الذريه اللي طلعت منهم بالشكل ده كده. طبعا تقدر تبص بقى هنا تشوف الانتنه هيبقى شكلها ايه، الانتنه اهي مختلفه، هتلاقي شكل لون الجسم مختلف، هتلاقي التعرج بتاع الجسم هنا الخفيف ده، وفي اللي هو الجزء الاسود اللي تحت ده، ادي اربعه منهم، شكل العين ولون العين، كل الصفات وشكل الاجنحه، كل اللي احنا اخترناه ظاهر عندنا هنا. طيب تقدر تبص عليه من هنا. طب والاسهل من كده، بقول له انالايز يعني حلل لي النتائج بتاعتي، بيحللها لي بالشكل ده، فبيقول لي مثلا الفيميل اللي فيها الصفه الفلانيه قد كده، الميل كذا، الفيميل اللي فيها الصفتين دول قد كده، اللي فيها الصفتين دول. طبعا بيجيب لي هنا الصفات اللي انا غيرتها، الوايلد تايب خلاص معروف، فهنا بيديني الصفات اللي انا غيرتها. اقدر هنا اقسمهم لي فيميل وميل، لو انا ما يهمنيش الجنس بتاع الحشره بقول له اجنور السكس اوف فلايز، فبيديني خلاص بيجمعهم لي، الصفه اللي كان فيها البي قد كده، الواي قد كده. ايه بقى البي والواي والحروف دي؟ دي هنا موجوده في الابريفيشنز اللي هي موجوده هنا. طبعا هنا بيقدم لي مقدمه بيقول لي ان العلماء بتاعه الوراثه بتستخدم البلاس والحرف الكابيتال والسمول الى اخره، لكن في المعمل اللي هو المعمل ده اللي هو الفلاي لاب جي اس، مجرد الابريفيشنز بتاعته، يعني الاي بي اللي هو ايه، اللي هو الوينجز ار ابسنت، ده اللي هو بدون اجنحه، الار معناها كذا، البي معناها كذا، اللي هو البار ايز شكل العين يعني، البي ال اللي هو الجسم الاسود الى اخره. يبقى الابريفيشنز دي لازم تبقى مطبوعه وموجوده عندنا عشان نقدر نميز ايه اللي موجود عندنا. دي اللي هي الاختصارات اللي موجوده فين، اللي قدام حضراتكم هنا. مش بس كده، اقدر كمان اعمل شغل احصاء. لو ضغطت هنا يقدر يعمل لي بقى شغل الاحصاء اللي هي الهايبوثيسيس بتاعي اللي انا بادئ بيه التجربه، البروبابيلتي او الـ 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 الاحتمال بتاعي المتوقع، وبقى اطبق عليها بالشكل ده واقدر اعمل الحسابات بتاعتي. طبعا ده شغل احصاء، معمل فوق الروعه، مش بس رائع، فوق الروعه خلاص. طب اقدر كمان هنا اعمل ايه؟ هنا انالايز بيقول لي اد ريزلتس تو لاب نوتس، اللاب نوتس اللي هي فين؟ اهي اللي هي دي، فاضيه اكن صفحه كان عندي النوت، فاروح هنا واقول له ضيفها لي اهو، فضفها لي اهي اللاب نوت، حطها لي ليه؟ عشان اكتب هنا الكومنتس بتاعتي. يبقى اذا اقدر من المعمل ده اعمل التجربه واقعد اغير الصفات زي ما انا عايز. ممكن اعمل ايه؟ اسيب كل الصفات واغير واحده، اسيب صفه وصفه والى اخره، يعني عدد لا متناهي من التباديل والتوفيق في الصفات بتاعت حشره الدروسوفلا، وكل واحده هتطلع لي بنتائج. يقدر يضاف هنا واقدر اعمل عليها الاحصاء بتاعتي، واقدر اعمل الكومنتس او التعليق بتاعي هنا على التجربه. معمل الحقيقه فوق الروعه. طبعا الشكر الجزيل لناس انا ما اعرفهمش الحقيقه، انا مجرد ناقل للمعلومه. الهدف من السلسله اللي انا بعملها دي هي مجرد بس توصيل الزملاء الدكاتره في الجامعه، زمايلي او المدرسين في المدارس او الطلاب، يحط ايديهم على معامل افتراضيه، يعني تجربه زي كده عشان تتعمل في معمل مدرسه او معمل جامعه حتى غير متاحه، وإذا أتيحت يعني هتاخد وقت قد إيه؟ وأقدر أعمل تواديل توافيق قد إيه؟ والوقت اللي هتاخده قد إيه؟ والتكلفة المجهود أو المادية قد إيه؟ فطبعًا معمل افتراضي زي كده هيكون ممتع جدًا للطلاب، سواء داخل قاعة المحاضرات، يعني أقدر أطبق وأنا بشرح المحاضرة، أقدر أطبق ده معاهم، مش هتاخد مني وقت، أقدر أطبقه في العملي بحيث إن تشرح لهم والطلبة تطبق ده، وكل واحد بيطلع النتائج بتاعته ويعمل سكرين كابتشر للشاشة بتاعته ويبتدي يحطها في ملف كنوع من الأساينمنت أو الجهد او ما شابه يعني. حتى ده ممكن كمان تتعامل كانها اختبار في الاختبارات العمليه وهكذا، كانها تجربه كامله تم عملها بالاحصاء بتاعتها الى اخره. طبعا احنا الواحد بيستمتع لما بيكون في شركات زي كده بتعمل معامل افتراضيه وبتبقى متاحه للناس ان هي تقدر تستفاد بيها والى اخره. طبعا المعمل ده الرابط بتاعه هيكون في اسفل الفيديو بالاضافه للكيو ار اللي كان موجود في بدايه الفيديو. الفيديو ده
الحقيقة نتمنى ان هو ينتشر قدر الامكان. انا مش مستفيد حاجة، القناة عندي زي ما حضراتكم عارفين انها غير ربحية، ما بيخشش فيها اعلانات او حاجة يعني، لكن اتمنى طبعا ان العلم ما يقفش عند واحد بس، اللي يقدر يستفيد غيره طبعا الدال على الخير كفاعله. والى ان نلتقي في باقي السلسلة ان شاء الله من المعامل الافتراضية بمشيئة الله، اترككم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا في دعائكم.